بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عليك أزكى السلام والنور يا آل العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. ونوح بينادي كل نهار وينصحهم بالاستغفار. وكانوا للصنم ساجدين عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. أو نصرى دي ناس صالحين محولهمش للأصنام غير الضالين. سواع ويعوق أو نصرى دي ناس صالحين محولهمش للأصنام غير الضالين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. سنين بتفوت ونوح راح يبني في سفنته ويدعي للهدى والنور. فضل يدعي فاضي الماء من التنور. سفينة شايلة كل زوجين على عالم جديد رايحين بعلم ودين. وكان المرسى عالجودي ونوح قال للحياة عودي. وآخر كلمة حنقولها قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري سلام الله عليك يا نور. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين. لا تندهش إذا رأيت أهل الباطل يدبرون كل ما هو سيء ليخرجوا بنجاحات لهم وهزائم لغيرهم. إنما يواجهه نوح وأهله هو أمر متوقع من هؤلاء الحاقدين على نوح وأتباعه.
هذا ما حدث يا طغورة، وأنا من اقتحمت قصر السامق مع شائك وأخرجنا الأطفال. كم أنا سعيدة يا أوجينا، زوجي بريء. نعم، بريء من تهمة خطف الأطفال، فقد حافظ عليهم. فلماذا فعل ذلك إذن؟ خاف أن يخطفهم غيره فيؤذيهم. الآن فهمت، ولهذا قام بالمهمة بنفسه. وأنا شاركته هذا الأمر. ومتى عدت إلى القرية يا أوجينا؟ هذه حكاية طويلة يا طاغورة، وعلينا الآن أن نستعد. نستعد؟ لأي شيء نستعد؟ نستعد للوقوف مع نبي الله نوح. نبي الله نوح؟ هل دخلت في دين نوح يا أوجينا؟ من أول لحظة حدثني فيها شائك عن نبي الله. كم أنا سعيدة بهذا الخبر العظيم. الهدى هدى الله. لقد زاد أمر نوح عن حده يا والهة، فماذا نحن فاعلون؟ سنفعل أي شيء لإيقاف نوح وأتباعه. لم أكن أتصور أن هذا الدين سوف يدخل بيتي، بيتي أنا يا والهة. يا قويسة، نحن في خطر عظيم، وعلى الجميع التكاتف من أجل دين الآباء. أنا لا أتردد في هذا، ومستعدة لعمل أي شيء مهما كان للوقوف أمام نوح ودعوته. لدينا الكثير لنفعله. وما هو يا والهة؟ ما هو؟ أعلم أنك تحسنين التفكير. انتظري يا قويسة، سنقوم بعمل كبير. دين آبائي أغلى علي من نفسي، بل ومن ولدي وزوجي. إذن فانتظري. سأنتظر، سأنتظر يا والهة. حام، أعلمت أنهم سيقومون بحرق كل أشجار القرية؟ علمت بهذا، يفعلون هذا حتى لا يتوفر لدينا أخشاب كافية لبناء السفينة. وماذا نحن فاعلون إذا حدث هذا؟ لا أعلم، ولكنها كارثة بكل المقاييس. نعم، علينا أن نأخذ من هذه الأخشاب التي جمعناها لبناء السفينة. فعلنا هذا وكادت أن تنفد. وما هو الحل إذن؟ لا أعلم، المخرج عند رب العالمين. هل من الممكن أن تظهر الأميرة هوزاء لأراها؟ ما بال حبها يخترق قلبي، ولكن
كيف يمكن أن أصل إليها؟ فهي ابنة الأمير، وأنا والدي عدو للأمير وعلى دين غير دينه. لماذا عدت يا أوجينا؟ ولماذا عدت أنت يا قاصرة؟ عدت لأنقذ دين الآباء مما يفعله نوح ورفاقه، وأنا عدت لأنصر نوحاً وأتباعه وأنصر دين الله. دين الله؟ ماذا تقولين يا أوجينا؟ نعم يا قاصرة، أنت تعلمين جيداً أن الأصنام لا تنفع ولا تضر. أفهم من هذا أن صداقتي ليس لها عليك أي حق؟ أي حق هذا؟ وأنتم تحاربون رجلاً أن يقول ربي الله؟ أي حرب تقصدين؟ إنني أنقذ دين الآباء. أي دين هذا يا قاصرة؟ إنكم على ضلال. ماذا تقولين يا أوجينا؟ إنها الحقيقة التي لا ترونها، فقد عميت عيونكم عن الحق. سننتصر عليكم، فأنتم ضعفاء. هذا ما تعتقدينه أنت ومن معك. سنقوم بحرق القرية كلها. ليس غريباً أن تقوموا بهذا، فأنتم مجرمون. نحن ندافع عن دين آبائنا، ندافع عن ديننا. أنتم تدافعون عن مصالحكم فقط. سننتصر عليكم، سننتصر عليكم يا أوجينا. أنتم ضعفاء، ضعفاء. كدت أن أموت بعد أن خطفوا الأولاد يا طاغورة. بل كدت أنا أن أموت يا صلب. لابد أن نستعد لهم جيدا، لابد. هم يملكون كل شيء يا طاغورة، كل شيء. الله معنا. زوجي سام دائم التفكير في حال أبيه وأمي. لم أرى من قبل في حياتي زوجة تفعل هذا بزوجها. والها لا تفكر إلا في نفسها فقط. وأين ذهب حبها لزوجها؟ إنها لا تحب نوحا وتحارب دعوته. سبحان الله، لقد من الله عليها بأن يكون زوجها نبيا لتدخل معه الجنة، ولكنها تأبى الهدى. نعم، يهدي الله من يشاء يا طاغورة. أيها الأصدقاء، سنبدأ في التحرك. مولاي السامق، ماذا سنفعل؟ أريد أن أعرف مهمتي بالضبط. غدا سنجتمع كلنا في قصر السراجي لنبدأ في وضع الخطة. سنحرق كل أشجار القرية. لقد جهزنا كل شيء يا مولاي. ولكن لي سؤال مهم. ما هو؟ وأين سنكون نحن أثناء الحريق؟ سؤال عبقري. سنكون في مكان آخر لمدة يومين. ومن سيكون معكم؟ كل من شارك معنا في حرق أشجار القرية. وهل سأكون أنا إلى جوارك يا مولاي؟ طبعا طبعا يا ظلوم، أنت وعسير ستكونان معنا. اطمئن. وماذا عن الآخرين الذين سيكونون مع نوح؟ أنا لا يهمني أن أحافظ عليهم. نساومهم على أرواحهم. سنعرض عليهم الذهاب معنا. أنا من سيقوم بالحرق أولا، لما في قلبي من غل وحقد.
كلنا سيحرق القرية في لحظة واحدة. سمعا وطاعة يا مولاي. مهدي. نعم يا أمي. أخاف عليك يا ولدي. من أي شيء يا أمي؟ الأمير يريد منك أن تساعدنا في حرق أشجار المدينة. لن أفعل هذا أبدا. وهو لن يتركك أبدا حتى تفعل هذا يا مهدي. لن أفعل يا أمي، وعليك أن تدخلي في دين الله. عليك أنت أن تخرج من هذا الدين، لابد أن تخرج منه يا ولدي. أخرج من النور لأعود إلى الظلمات. أخرج من الباطل وعد إلى الحق. الباطل هو ما أنتم عليه من الشرك بالله. لن أتحدث معك أكثر من هذا، ولكن نهايتكم قادمة. ربما نهاية أعداء الله هي القادمة. نعم يا مهدي، نهايتكم قادمة. سيتم حرق المدينة خلال ساعات يا ولدي. لن يأتوا لنا بقدر جديد، كل هذا مكتوب يا أمي. آه يا ويلتي، مصيبتي جاءت في ولدي الوحيد. آه ولدي الوحيد ضاع بسببك يا نوح. سأنتقم منك يا نوح، سأنتقم منك. المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت، لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا، لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته، قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد. لكن البلاء كان من داخل بيته أكثر من خارجه.